هي اسالك سؤال بقى، واحنا بنتكلم في مركز وسط الملعب، بتشوف مين افضل وسط ملعب السنه دي؟ وانت طبعا اكيد واحد عارف يعني ايه مهام وسط الملعب، ايه اللي محتاجه المكان ده، وبتشوف اميز اللاعبين اللي بينفذوا التعليمات او بينفذوا هذه الجزئيه بشكل مميز. يعني على مدار الدوري كله، على مدار الدوري كله عمرو السولية. عمرو السولية، عمرو السولية. انا كنت قلت هتقول حد تاني خالص. لا عمرو السولية. احمد توفيق اخوك مثلا؟ لا، ما احمد اخويا لو بيلعب هقول لك احمد توفيق. ده من غير حاجه. انت بتخاف منه؟ انا انت مش لا عايز. لا انا ما بخافش منه، انت بتخاف انا منه، بحترمه. انت مش عايز. لا مش عايز انا تقول له انا بحترمه خدت والله. الدوري و... لا 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 والله، ده انا واحمد دايما مع بعض في اي حاجه والله. بس انا يعني بتكلم عن ان احمد كان يعني بعيد شويه عن ده، فعمرو السولية يعني ما شاء الله يعني ماشي بخطوات ثابته، يعني ربنا يبعد عنه اي حاجه وحشه. فعشان كده انا اخترته، لان هو ما شاء الله في افريقيا وفي الدوري ما شاء الله يعني. طيب.